الو الو ايوه مساء النور. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتعرف بيكي؟ انا اسمي دنيا. دنيا كم سنه؟ 32. مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا هو المفروض عن حب يعني. متجوزه عن حب. طيب احكي لي ايه المشكله. هو والله دلوقتي يعني انا كنت متجوزه قبل كده وكان معايا 3 اولاد. فطبعا انا يعني انفصلت عن جوزي دوت، كان لسه عندي 23 سنه او 24 اللي كنت متجوزه وانا صغيره جدا يعني 16 سنه. فطبعا جوزي الثاني يعني مشاكل بسبب اهله، بسبب ان انا معايا اولاد يعني. وهو بالنسبه له دي اول جوازه؟ بالنسبه له اول جوازه. وطبعا هو يعني جه عندنا يعني اترفض قبل كده مره واثنين، ان هو مش يعني الموضوع مش يعني يعني كان يعني مش ملائم مع بعض. واولادك عايشين معاكي انت وهو؟ ولادي معايا ومع والدتي برضه في البيت يعني. انا وهو بيعملهم كويس وكل حاجه كويسه؟ هو طبعا يعني الاول غير دلوقتي يعني. هو الاول كان حنين عليهم جدا، وكان دلوقتي بدا يعني في عصبيه، في شد، في عصبيه شد، ولا بيتعامل معاهم زي ما يكون اب وبيحاول يربيهم؟ انا بقول كده، بس اللي معانا في البيت يعني انا والدتي في نفس البيت واخواتي برضه، بس يعني معانا في نفس البيت بس في نفس الشقه يعني. هم مش بيقبلوا كده، وده عامل لي مشاكل دايما يعني. طب ليه اتكلمتي معاه؟ قلت له انت ليه بتتعصب على الاولاد وكده، ولا ما سالتيهوش خالص؟ لا بتكلم طبعا كتير، وهو بيفضل يقول لي هم محتاجين تربيه، هم مش بيسمعوا الكلام اللي هو المعتاد دوت. فطبعا وفي نفس الوقت هو مش من عندنا، من القاهره، واهله عايزيننا نروح نعيش معاهم، فعايزيننا ان انا اسيب ولادي هنا. دايما في مشاكل بتوصل كده يعني. وانت عندك ساعات تسيبي ولادك؟ لا طبعا استحاله. يعني لو قفلت الدنيا هتعملي ايه؟ ما يعني انا عندي بنتي مني، هو برضه يعني انا عندي بنتي 3 سنين مني. فطبعا هو دلوقتي الظروف هنا صعبه شويه، هم هناك عندهم في البلد ظروفهم كويسه وكده، وربين فيهم تعبانين غير لما هو يكون معاهم. طيب ولو انت تروحي البلد هتاخدي ولادك معاكي؟ ولا هيبقوا رافضين؟ باباهم هنا هيبقى رافض، يعني برضه المشكله انها مش محموله من طرفهم. وانا مش عارفه اراضي هنا مش عارفه الطرف اتصرف ازاي. بصي انا مش عارفه اقول لك ايه، هضحك عليكي لو اقول لك انا عارف، لان انت النهارده في وضع وحش. لان الامر مش قاعده انت وجوزك وبتقعدوا تفكروا سوا في مستقبلكم وبتاخدوا قرار مع بعض. لا، انتوا مضغوطين ومحطوطين تحت ضغط بسبب اهله، واهله مش بيتشرطوا، وجوزك القديم بيتشرط، وانت في النص، لا عارفه ترضي ده ولا عارفه ترضي ده، ولا هتقدري تاخدي ولادك معاكي ولا هتقدري تسيبي ولادك وتروحي. طب هيقدر هو يروح يعيش هناك؟ هو عمل كده فعلا يعني، عمل كده من 5 شهر وفضل هناك فتره، وانا كنت بروح زيارات. يعني تعالي نقول مثلا كانه في الخليج بيشتغل، كانه مسافر. هو ما ارتاحش هناك، وبرضه رجع تاني، وبرضه كل شويه يرجع يقول يضغطوا عليه تاني، يقول طب ارجع لهم تاني. طيب ما هو ما ارتاحش. يعني هو ما ارتاحش يعني، مش مرتاح هناك ولا مع اخواته ولا مع اسلوب شغلهم، ما ارتاحش هناك. في نفس الوقت برضه بيجي الصيف طبعا كل سنه العيد، هو عايز اقضيه هناك وانا عايز اقضيه هنا. لا بصي، العيد ده يعني بيبقى له خطه يعني. يعني اصل اعتبري مثلا ان انت النهارده ست متجوزه وعايشه في مصر. ايوه. اوكي؟ واهل جوزك في مصر، واهلك انت في مصر. فبتروحي ليله العيد عند اهلك والعيد عند اهله، عارفه يعني بيبقى في تقسيم كده. انا دايما اقول كده، اقول له يعني اعتبرنا ناس عاديين زي اي اثنين عاديين متجوزين، بيروح اول يوم هنا عند مامتك، انا ثاني يوم عند مامتي، انا بتكلم كده. هو لا بيبقى عايز، عشان دي اجازته الوحيده في شغله ان كلها تبقى هناك. طيب حلو قوي، احنا ممكن ناخد ليله العيد هنا. اوكي، نحتفل مع اهلك وكده، وتقومي واخده اولادك وطالعه مقضيه العيد هناك معاهم، مش قضيه.
ما هو بص يا جماعه، بصوا يا جماعه، لازم يكون في شويه توازنات وتنازلات عشان الحياه تمشي. لان النهارده احنا لو قفشنا في بعض الحياه عمرها ما هتمشي. يعني في بعض الناس بتتشرط ومش بتتشرط، بتبقى يعني طب ما انا اهو وليله العيد اهلك كلهم معانا، ويوم العيد على الاقل مثلا اشوف اهلي وكده. طيب اهلك هيبقوا جاهزين امتى عشان نشوفهم يوم العيد؟ اهلي يعني عقبال ما يصحصحوا ويصحوا من النوم ويبتدوا مش عارفين نروح لهم على الساعه 2 الظهر. طب انت خرمتي اليوم، طب ما احنا ممكن نسافر، ممكن نعمل. لا، فبتبقى في التزامات فوق دماغنا بنضطر نتقبلها ارضاء للطرف الاخر، زي ما هو بيتقبل التزامات ارضاء لينا. اوكي، فلازم الحياة يكون فيها توازن ويكون فيها بعض التنازلات عشان نقدر نعيش. انت بس الازمة الكبيرة بتاعتك اروح اعيش هناك ولا اروح اعيش هنا؟ طالما هو مش مستريح هناك هياخدك تروح تعيش هناك ازاي؟ هي دي القضية. يعني انت قولي له طيب انا ممكن اروح اعيش هناك معاك، كنت انت اساسا مش مستريح هناك، هنعيش ازاي هناك وهنبسط ازاي وهنستريح ازاي؟ لازم تقعدوا تتناقشوا، ولازم القرار يبقى قراركو انتوا، مش قرار مضغوط عليكو فيه. ولازم كمان تفهميه ان ولادك دول انا مبسوطة انك بتعاملهم زي ولادك، ومبسوطة انك خايف عليهم وانك عايز تربيهم، ولكن يعني بالراحة شوية، لان الولاد بيبقى واخدين الامور بحساسية. انا عارفة انك اب وكل حاجة وان هم زي بنتنا، بس برضو عشان هو نفسه يحس ان الامور فيها سنس حساسية شوية.